السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يقدر بحوالي 10,000 مناصر إن لم أكن مبالغا في تقديم هذا الرقم. ما يهمنا جميعا ومتابعة أمسية كروية من المستوى العالي بين الوداد الذي يبحث عن الذهاب إلى أبعد الحدود في منافسات كأس العرش قبل التفكير في مواجهة ماميلودي سان داونز عن مسابقة دورة أبطال إفريقيا، فيما الكوكب التركيز كل التركيز على تحقيق نتائج تليق بتاريخ ومقام واحد من أعرق الأندية الوطنية، واحد من النوادي الكبيرة التي تزداد، والكوكب المراكشي، الكوكب المساند بالألاف من مناصري الجمهور الوفي الذي يعود لبيته لكي يساند النادي في الأقسام الهواة، محمد أونجان في تنفيذ ضربة خطأ وتدخل الحارس محمد بعيو، حارس الذي تألق رفقة الدوري البرغاني لكرة القدم. كرة في منطقة الجزاء ومبعدة من محمد وترا، يظهر لي شخصيا في 17 دقيقة اللي شفناها محمد وترا يتوفر على المؤهلات محترمة جدا، ولو انه يوظف اليوم من الجلود. خط وسط الوداد في هذه المباراة اشرف بن شرقي عبد اللطيف نصير، عنده خضروف الواحد وكرة بالراس لولا تدخل المدافع المراكشي اللي كان حديث اخر في كرة وليد الكارتي. اول بناء هجومي يتم اجهاضه من طرف الدفاع المراكشي خصوص اللاعبين الاجانب. كرة ودادية محمد أونجام، كرة تسدد، محمد أونجام لازم يشتغل شوية على التسديد. ضربة زاوية مراكشية، صعود خالد السقاد، جمال الدين نبرارو وباقي رفاق في منطقة الجزاء، هذه إمكانية، هذه فرصة لبلوغ الهدف بعيدا عن مرمى الحارس زويل العربي. صعود بين الوداد والكوكب، 15 لقب كأس تلعب اليوم، 9 للوداد و6 كؤوس للكوكب. أول تسديدة من أناس الأصبحي، كان اختبار ممتاز جدا في الكرة الماضية. ممثلي كرة القدم الوطنية في منافسات كأس الكونفدرالية. كرة للكوكب الأولى في الجولة الثانية، هذه إمكانية ضايعة، أبرز أخطر فرصة، مازال الإمكانية، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. الكوكب يضيع فرصة هدف أول في المباراة. كريم الهاني كان قريبا من بلوغ الهدف، من بلوغ المنى، من بلوغ الهدف الذي يساوي الشيء الكثير في هذه المباراة. لوحده كان ارتباك في دفاع الوداد، يفتك الكرة، تتحول الوداد، جمال هيت بن الدار يفتح اللعب من الطرف الايمن، عبد اللطيف نصير، عنده محمد ونجم، انطلاقات محمد ونجم تخوف دفاع الكوكب، ونجم للطرف الايسر، كرة ودادية ممتازة جدا، صناعة محمد ونجم، والختم من أشرف بن شرقي، والهدف الذي يزن ذهبا في هذه المباراة للوداد أمام الكوكب. دقيقة 53 من المباراة، الكوكب يسجل هدفا من صناعة فاسيلي ومسانداو، عدد من النجوم بقيادة يوري سيباستيانكو، هدف مرفوض، هدف مرفوض للكوكب، الحكم يقول كان هدف في الكرة الماضية الدقيقة 67. هدف مرفوض للكوكب بدعوى تسلل في الكرة الماضية، في انتظار مباراة العودة قبل التركيز على مباراة ماميلودي سانداونز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكي تتواصل المغامرة نحو اللقب الإفريقي الذي غاب عن الخزائن منذ العام 1992. سمير القزاز يعلن عن نهاية المباراة. هنيئا للوداد، وحد أوفر للكوكب في